أهلا بكل طلاب مدرسة سان جوزيف. الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن جغرافية الوطن العربي، عرفنا مساحة الوطن العربي وعرفنا الدول العربية وتوزيعهم على قارتي آسيا وأفريقيا، واتكلمنا عن تضاريس الوطن العربي، واتكلمنا كمان عن مناخ الوطن العربي، وعرفنا أنا عندي 3 أقاليم مناخية رئيسية في الوطن العربي. بعد كده دخلنا في الوحدة الثانية واتكلمنا فيها عن توزيع سكان الوطن العربي، وعرفنا نمو سكان الوطن العربي يعني ايه نمو سكان، وقلنا يعني ايه زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة، وعرفنا ان في دول بتعمل تعداد سكاني كل 5 سنين زي الأردن، ودول بتعمله كل 10 سنين زي مصر اللي هي أقدم دولة بتعمل تعداد سكاني في الوطن العربي. وعرفنا أسباب ارتفاع معدل النمو السكاني، وقلنا أسباب ارتفاعه طبيعي وغير طبيعي. الطبيعي عرفناه باسم الزيادة الطبيعية، وده الفرق اللي بيطلع نتيجة للمواليد والوفيات، والغير طبيعي كان الخاص بالهجرة. النهاردة هنتكلم عن الدرس الأخير في منهج الجغرافيا الترم الأول. درس النهاردة بيتكلم عن خصائص سكان الوطن العربي. في الدرس دلوقتي هنتكلم عن حاجتين، هنتكلم عن أنماط سكان الوطن العربي، وكمان هنتكلم عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان الوطن العربي. لو بصينا على أنماط سكان الوطن العربي هلاقي إن الوطن العربي سكانه بيتقسموا ل3 أنماط حسب البيئة والطرق المعيشة والأنشطة الاقتصادية بتاعتهم. أول نمط أو أول شكل من أشكال السكان هم البدو، سكان الصحراء، ودول بيشتغلوا في الرعي وحياتهم دايما تنقل وترحال عشان يدوروا على الأكل وكمان المية، ونسبتهم قليلة جدا بالنسبة لسكان الوطن العربي. نسبة البدو أو سكان الصحراء بتقل مع الوقت لأنهم ببساطة بيسيبوا الصحراء ويعيشوا في القرى والمدن القريبة منهم، ده غير إن في عدد كبير منهم بيشتغلوا في حرف تانية زي التعدين واستخراج البترول. حاليا الدول العربية بتحاول توطنهم في قرى علشان تستفيد بيهم في إنهم يعمروا الصحراء. تاني نمط وتاني شكل من السكان هم سكان الريف، السكان اللي بيشتغلوا في الزراعة وتربية الحيوانات والأعمال المتصلة بها، نسبتهم حوالي 45% من سكان الوطن العربي. برضه سكان الريف بيقلوا باستمرار مع الوقت لأنهم بيهاجروا من الريف للمدن، ودي مشكلة الدولة بتحاول أو الدول العربية كلها بتحاول تقلل الهجرة دي عن طريق إنها توفر لهم الخدمات وفرص عمل في الريف عشان تحافظ على الأرض الزراعية. تالت شكل من أشكال السكان وده الأخير هم سكان المدن، ودول السكان اللي بيشتغلوا في الصناعة والتجارة والخدمات كخدمة الصحة والتعليم والخدمات التانية، نسبتهم هي الأعلى 55% من إجمالي نسبة سكان الوطن العربي. سكان الحضر أو سكان المدن على النقيض من سكان البدو والريف، سكان الحضر هلاقيهم بيزيدوا بشكل مستمر لأن السكان بيهاجروا لهم من الريف للمدن، وكمان بتظهر مدن اسمها المدن البترولية في دول الخليج، والدول العربية بتعمل مدن صناعية زي المدن اللي في سوريا وكمان مصر. كل دي حاجات خلت سكان الحضر أعدادهم بتزيد مع الوقت. ولكن الهجرة من الريف للمدن عملت ايه؟ الهجرة من الريف للمدن خلت عدد سكان الريف يقل وتزود على الناحية التانية عدد سكان المدن، وبسبب الهجرة دي ظهرت مناطق بسميها المناطق العشوائية. والمناطق العشوائية ديت لو قالك ما المقصود بالمناطق العشوائية هتقول له مناطق اتعملت من غير تخطيط حوالين المدن الكبيرة ما فيهاش مرافق وتقل وبتتدني بيها الخدمات الصحية والاجتماعية، وبتزيد فيها الكثافة السكانية بدرجة كبيرة جدا.
والعشوائيات أكبر مشكلات المدن الكبرى، وبسبب إنها مشكلة هتلاقي إن الحكومة أو الحكومات العربية كلها بتحاول تطور العشوائيات. زي ما قلنا، لو سألك في الامتحان ما المقصود بالعشوائيات، تقول لي منطقة نشأت حول المدن الكبرى أو جواها من غير أي تخطيط تفتقر بتقل فيها المرافق والخدمات. التدريب الأول معايا هنا مطلوب مني إن أنا أكمل الجدول، يعني سكان الحضر بيعيشوا في المدن، بيعملوا في الإيه؟ بيعملوا في التجارة وفي الصناعة، وعلى هكذا نكمل باقي الجدول. تاني حاجة أسئلة بيقول لي بما تفسر تناقص أعداد البدو في الوطن العربي، لأن هما بيسيبوا الصحراء وبيعيشوا في القرى أو في المدن القريبة منهم، ونحل بقى الأسئلة على الشكل ده. تاني حاجة هنتكلم عليها هي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان الوطن العربي. هلاقي إن سكان الوطن العربي بيتميزوا بعدد كبير قوي من الخصائص. عندي 4 خصائص مهمة جدا لازم يكون عارفها: الاهتمام بالتعليم، تنوع الأنشطة الاقتصادية، ارتفاع مكانة المرأة، والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة. ناخدهم حاجة حاجة مع بعض. الاهتمام بالتعليم، هلاقي إن نسبة الناس اللي بتدخل التعليم قبل الجامعي في الوطن العربي وصلت ل65.5%. ليه؟ لأن الحكومات بتحرص على إنها توفر فرص عادلة للتعليم للكل، وعملت مدارس في كل مكان. تاني خاصية معايا هي تنوع الأنشطة الاقتصادية. هلاقي إن سكان الوطن العربي بيشتغلوا أنشطة اقتصادية مختلفة زي الزراعة والصناعة والتجارة والرعي. والقوى العاملة، يعني عدد الناس اللي تقدر تشتغل وفي سن العمل، حوالي 63.5% من إجمالي عدد سكان الوطن العربي، على الرغم من إن نسبة الإعالة في الوطن العربي عالية، يعني نسبة الناس اللي محتاجين حد يصرف عليهم عالية وكبيرة، دي اسمها الإعالة. طب ليه بقى نسبة الإعالة في الوطن العربي عالية؟ أول حاجة خلت نسبة الإعالة عالية هي ارتفاع نسبة الأطفال صغار السن بسبب ارتفاع معدل الإنجاب. الحاجة التانية ارتفاع نسبة كبار السن، وارتفاع نسبة من هم في سن التعليم، ناس تتعلم لسه فمحتاجين حد يصرف عليهم لحد ما يخلصوا تعليم. الحاجة الرابعة ارتفاع نسبة البطالة ما بين الشباب. القوى العاملة، لو قال لي في الامتحان ما المقصود بالقوى العاملة، هقول له عدد الأفراد في سن العمل والقادرين على العمل، سواء بقى كانوا بيعملوا أو يبحثوا عن عمل. يعني إيه نسبة إعالة؟ ده شخص، أو يعني إيه إعالة؟ إن شخص ينفق ويتحمل مسؤولية أشخاص آخرين. الحاجة الثالثة هي ارتفاع مكانة المرأة في المجتمع. المرأة في المجتمع العربي بتتمتع بمكانة مميزة جدا، والمجتمع سايب ليها فرصة كبيرة في أكتر من حاجة. زي مثلا هلاقي عندها فرصة كبيرة جدا في التعليم. نسبة الإناث اللي دخلت التعليم والتحقت بالتعليم الابتدائي وصلت ل77%. النسبة دي عالية مقارنة بالسنين اللي قبل كده. طب ليه نسبة تعليم الإناث زمان كانت ضعيفة؟ بسبب العادات والتقاليد الخطأ اللي كانت بتمنع تعليم الإناث. كمان المجتمع سايب فرصة كبيرة جدا للمرأة في العمل. هلاقي إن نسبة كبيرة جدا من الإناث بدأت تدخل في سوق العمل بعد ما كانت النسبة دي ضعيفة جدا في سوق العمل، فبقى عندي من الإناث بيشتغلوا معلمات، دكاترة، قاضية، وممكن تبقى عضو في مجلس النواب. الحاجة الرابعة هي التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة. سكان الوطن العربي بتجمعهم قيم وأخلاق بتميزهم عن باقي المجتمعات الأخرى. زي إيه؟ زي إن هما بيتمسكوا وبيتميزوا بالتعليم الدينية السامحة، بيتميزوا بالترابط الأسري، عندهم عادات وتقاليد حسنة، والمواطنة والتسامح.
التدريب التاني معايا بيقول لي ضع علامة صواب أو خطأ وبما تفسر وما نتائج الأسئلة دي لازم نحلها. طب احنا النهاردة اتكلمنا عن ايه؟ النهاردة اتكلمنا عن شوية مفاهيم ومصطلحات زي مناطق عشوائية، وقلنا دي المناطق اللي بتنشأ بتظهر دون تخطيط حول المدن الكبرى أو داخلها وتفتقر إلى المرافق والخدمات. القوى العاملة ده عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه سواء كان يعملوا أو يبحثوا عن عمل. واتكلمنا كمان عن أنماط سكان الوطن العربي. أول شكل هم البدو، دول سكان الصحراء بيشتغلوا في الرعي ونسبتهم قليلة مقارنة بنسبة سكان الوطن العربي وأعدادهم في تناقص مستمر. تاني ناس معايا هم الريفيون، ودول سكان الريف بيشتغلوا في الزراعة وتربية الحيوانات ونسبتهم حوالي 45% من سكان الوطن العربي وأعدادهم برضه بتقل مع الوقت. تالت ناس معانا هم الحضر، ودول سكان المدن بيشتغلوا في الصناعة في التجارة في الخدمات المختلفة زي الصحة والتعليم وغيرها، نسبتهم زي ما قلنا هي الأعلى حوالي 55% من إجمالي سكان الوطن العربي، ونسبة الناس دي بتزايد مستمر. الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان الوطن العربي قلنا عندنا 4 حاجات: التعليم، النشاط الاقتصادي، ارتفاع مكانة المرأة، والتمسك بالأخلاق الحميدة. بالنسبة للتعليم هلاقي إن زادت نسبة الملتحقين بالتعليم إلى 65% بسبب إيه؟ لو قال لك السبب هتقول لي بسبب إن الحكومات بتحرص إنها توفر فرص تعليم عادلة للكل. الحاجة التانية تنوع الأنشطة الاقتصادية زي الزراعة والصناعة والتجارة والرعي والتعليم. الحاجة التالتة اللي اتكلمنا عليها هي ارتفاع مكانة المرأة، هلاقي إن المرأة تتمتع في المجتمع العربي بمكانة متميزة، علشان كده المجتمع أتاح ليها فرصة للتعلم وكمان العمل. الحاجة الرابعة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، هلاقي إن سكان الوطن العربي بيتميزوا بيه القيم الدينية السامحة، الترابط الأسري، العادات والتقاليد والمواطنة والتسامح. وبكده خلصنا منهج الجغرافيا الخاص بالترم الأول للصف الثاني الإعدادي. كان معاكم مستر أحمد عوض من مدرسة سان جوزيه.